هنا في المجتمع. طيب في الأوسكار أيضا، جائزة الأوسكار، الفنانون السود أخذوا موقفا، قالوا أنه لا يتم، أمريكا اللي بتتحدث عن أنها واحة الديمقراطية وأن العنصرية انتهت، لا، العنصرية لم تنتهي. حتى الفن اللي يعني الفن اللي بيسمو بالنفوس ويجب أنه يواجه العنصرية، في اتهام أنه مفيش، لم يتم ترشيح أي أسود في أي ملون في جائزة الأوسكار، وده يعني حتى كمان منذ عدة سنوات. طيب هذه العنصرية الفنانين أخذوا موقفا، وانضم إليهم عدد كبير من الفنانين البيض. حتى هنا طبعا أنا بيؤسفني أن نصنف الناس إلى بيض وسود، لكن أنت بتتحدث عن عنصرية هم أحسوا بها فأصدروا بيانا وقالوا سنقاطع حفلات الأوسكار ولن نحضرها، وهذه الأزمة مشتعلة الآن في الولايات المتحدة الأمريكية. The winner is Sydney Poitier. Forest Whitaker in The Last King of Scotland. There is one night we all dream in gold. And the Oscar goes to the Oscar. تعهدت أكاديمية العلوم والفنون السينمائية الأمريكية التي تنظم حفل جوائز الأوسكار في هوليود بمضاعفة عدد أفرادها من النساء والمنتمين للأقليات بحلول عام 2020، وقالت الأكاديمية إنها ستتخذ إجراءات فورية لزيادة التنوع في أعضائها، كما أوضحت أن التعديل في نظامها لن يؤثر على التصويت على جوائز الأوسكار لهذا العام. I'm Chris Rock and I'm hosting the Oscars. Much like New Year's Eve, it'll be a night that ends with a lot of drunk, disappointed people swearing they'll do better next year. وتواجه الأكاديمية انتقادات لغياب الممثلين والمخرجين من غير البيض عن ترشيحاتها لهذا العام. كذلك أعلن عدد من الممثلين والمخرجين أنهم سيقاطعون حفل توزيع جوائز الأوسكار لهذا العام. وآخر المنضمين للمقاطعين ويل سميث يوم الخميس الماضي ليلتحق بالمخرج سبايك لي وزوجته بينكت. You know, when I look at it, the nominations reflect the academy. The academy reflects the industry, reflects Hollywood. And then the industry reflects America. It reflects a series of challenges that we are having in our country at the moment. There's a regressive slide towards separatism, towards racial and religious disharmony. وكان سميث الذي يلعب دور نجم كرة قدم في فيلم كونكشن من أبرز الممثلين ذوي البشرة السوداء المرجح دخولهم قائمة الترشيحات قبل إعلان القوائم النهائية الأسبوع الماضي. I am the wrong person to have discovered this. If you don't speak for them, who will? وقال سميث لبرنامج Good Morning America: زوجتي لن تحضر أيضا. ناقشنا الأمر. نحن جزء من المجتمع، لكن في الوقت الحاضر لا نشعر بالارتياح للوقوف هناك. My wife's not gone. It would be awkward for me to show up with Charlize. You know, so we've discussed it, and we're a part of this community, but at this current time, we're uncomfortable to stand there and say that this is okay. ويلي وسميث وبينكت سميث ومخرجو الأفلام الوثائقية مايكل مور هم أبرز النجوم الذين أعلنوا حتى الآن غيابهم عن الليلة الكبرى بصناعة السينما، وانضم إليهم أيضاً الفنان جورج كلوني الذي اعترض على هذا القرار، وأثار احتجاجهم جدلاً كبيراً بشأن غياب التنوع سواء عن جوائز أكاديمية علوم وفنون السينما التي تسود البشرة البيضاء معظم محكميها أو هوليود بشكل عام. زي ما قلت لكم، هذه العنصرية في الولايات المتحدة الأمريكية التي تدعي أنها حامية حمى الحريات والديمقراطية،
حتى في الفن، الفن اللي بيواجه يجب أن يواجه الاستبداد والعنصرية والفساد. الفنانون أخذوا موقفا في مواجهة هذه العنصرية في أهم جائزة سينمائية وهي جائزة